مش مشكله نتاع اشخاص معناها عمام ولا غيره ولا ماذا بيا راني حضرت في اليوم في البلاتو معاكم وكانت ظروف الجمعيه خير شويه. انا نرجع سي شكري تو كان يحكي على جمعيه ما تقف على حد، نقول له راه مش صحيح. اذا انت تو في العامين ولا ثلاث سنين نظام تخرج 15 ولا 16 ملاعب وتجيب ملاعبيه كما كان يحكي كما يحكي هو صغار. شوف الحاله اللي وصلت لها النادي اليوم، مع فما مشاكل نتاع فلوس، مع فما مشاكل نتاع ملاعبيه ما تحبش تزيد في الكونترا، هذه كلها باش تخلينا نخزر لقدام المستقبل غامض، غامض برشا زاده. ما نعرفوش الجمعيه باش يصير فيها الغدوه. اليوم اللي عنده الحق الملاعب اللي مش خالص في عام ناول يحب فلوس سوي له وضعيته نتاع عام ناول وتفاهم معاه في جديد. وكيف انت كيف تجيب ملاعبيه صغار، ملاعبيه صغار بس نحبوا ولا نكره تو موجودين في السي اس اس متوسطين. فماش ملاعبيه باهيين في السي اس اس اليوم كجروب. ملاعبيه متوسطين بصراحه ما نجموش نمشوا بهم لبعيد. اليوم الناس الساهره على نادي رياضي الصفاق سي سواء معز ولا رئيس الجمعيه اذا ما عندهمش فلوس ما تطلبش تطلبهم اكثر من هذه بصراحه. اذا ملاعبي بصراحه اذا اليوم نتحدثوا على الترجي الرياضي تو سالتي لي ومرجع البدري بعام ونص شوف العباد ما كيفاش تختم. وانا قد راح يطلع لي ملاعبي من جينيور ولا ملاعبي من مينيم يحب له 6 ل 7 شهور باش يتاقلم، ما تاقلم هو كلعب طارت عليك معناها فما استراتيجيه غلطه لازم يرجع روحه. الجمهور الجمهور اذا ما عاونش بالباهي ماذا به يسقط الباجيت هذه كل واحد يضرب منشيره زاده ماهوش حل. رجالات النادي هذا موضوع اخر حكت فيه الناس الكل. اللي لاباس عليه ونجم يعاون عمل ريزومي ريزومي واللي ما نجمش يعاون يعاون بسكيت الخطر زاد مش باهي كل يوم حروبات وكل يوم واحد يتكلم وواحد فهمت هيثم شنو مطلوب الفتره القادمه؟ شنو مطلوب بالحق اليوم انت اقريت اليوم انه المجموعه حسب كلام هيثم رابط انه مجموعه متوسطه نقولوا فنيا اليوم لابد من التعامل الجيد مع ملفات اللاعبين تجديد عقود اللاعبين وتقول انت انه الملاعبي عنده الحق باش ياخذ الفلوس نتاعه ومتخلداته بالذمه باش ينجم يعني يكور كما نقولوا بلغتنا. شنو مطلوب؟ المطلوب اول حاجه لازم ولاد الدومين يرجعوا للنادي. لازم ناس نفهم في الكوره وناس تاكل العصا كيف تغلط خاطر ما نجيش نطالب واحد انا ما نعرفش اللاعب ولا مش لاعب ولا وين كان وجاي يخدم ما نعرفش نطالبه. انا ما نحكيش على السيزون هذه نحكي على 5 ولا 6 سنين اللي شد فيهم سي المنصف والعباد اللي خدموا معاه. حط ناس يا سيدي وتحملوا مسؤوليتهم، ناس لعبه كوره وتفهم وحملهم مسؤوليتهم هم باش يبدوا يصلحوا من ساعتها. هذه نقطه. النقطه الثانيه هي الفلوس. ماديات من غير ماديات ما تنجمش تعيش حتى جمعيه الفلوس توا بون ما نحبش نقول هالكلمه لكن شويه باللي جاي انه الجمعيات تونس الكل تمر بذائقه مينيموم خويا العزيز مينيموم كيفاش المينيموم؟ المينيموم انا ملاعبي اعطيه شهريته بريم دي روندمون ولا بريم دي سينياتير هذاك يجيب طبيعته تتحسن الدنيا وياخذهم او مو اعطيه شهريته ما تقعدش 5 6 شهور سامحني لي زيترونجي اللي يلعبوا في سي اس اس نهار الفوق نهار لوطه نهار يخلصوا يلعبوا بالباهي نهار ما يخلصوش يشد رجله وكوكو ولا شو اسمه. لو كان جات ما فما مسؤولين صحاح سامحوني في الكلمه كان جو مسؤولين معناها جديين في خدمتهم ما تخليهمش وكو تو جماعتين الثاني ما يرجعوا يرموا الماتش كوب دافريك والماتش نتاع نعرفش اللي بعده ماتش ما يجي في كردي باش يتساقيه ويخرج علاش الله اعلم خاطر ما عندوش فلوس تعرض للاصابه الله اعلم عامل لك بلا الخاطر من غير فلوسي ما يكملش يترين على روح سي سكري كيف كيف هذوما كيفاش هذوما كيفاش حنا باش نتعاملوا معاهم باش يهزونا.